انا بحب الناس اللي بتفهم في اي مجال. يعني اديني نجار فاهم انا ابقى قاعد كده مستمخ وانا قاعد بسمعه. اديني واحد بيفهم في اي مجال، في الطب، في الهندسه. طبعا الطب ده فروع كتيره والهندسه دي فروع كتيره، بس اقصد ايه، البني ادم الفاهم بيريحك. عندنا النهارده طلعه مع الاستاذ، طلعه يعني لقاء يعني مع الاستاذ الدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي. الراجل ده كان وزيرا سابقا في مصر، وحط كده على بعضه 30 سنة خبرة في مجال الأكاديمية من ساعة ما اتخرج سنة 86. في النص بقى اشتغل له بتاع يعني 15 سنة في العمل العام، وبعدها قعد له 7 سنين في البنك الدولي بيدرس بقى. ايه الحكاية؟ ايه الاقتصاد ده؟ احنا ايه وظيفة العلم؟ اي علم في الدنيا سواء سياسة او اقتصاد او اي مجال، اي حقل معرفي، انت بتدرس خصائص الظاهرة، بتقعد تتعمق عشان تدرس خصائص الظاهرة. فهمت خصائص الظاهرة؟ الظاهرة دي ممكن تكون الحديد، ممكن تكون البشر، بيفكروا ازاي، بيتكلموا ازاي، بيسمعوا ازاي، بيفهموا ازاي، بيطوروا ازاي وسائل اللي يتكلموا بيها مع بعض، يتفاعلوا مع بعض. الظاهرة دي ممكن تكون الكبد، ممكن تكون الدم، ممكن تكون القلب، ممكن تكون الكاوتش، يعني بتدرس الظاهرة لغاية ما تعرف خصائصها الأهم. ما دام عرفت خصائصها الأهم يبقى هتعرف تتنبأ بسلوكها. ما دام عرفت تتنبأ بسلوكها يبقى في مجال ان انت ممكن كمان تتحكم فيها. يعني انا وظيفتي ادرس لغايه ما اعرف الخصائص الاهم، عرفت الخصائص الاهم منها انتقل ان اتنبأ بسلوك الظاهره دي، ومنها ابتدي اشوف اتحكم فيها ازاي. فساعتها السيطره على الطبيعه ده اللي بينقلنا من مرحله لمرحله. احنا النهارده افضل لان احنا بنسيطر على الطبيعه اكتر. طيب حلو الكلام. احنا النهارده نتكلم عن الاقتصاد. دكتور محمود محي الدين عملنا معاه لقاء سريع، كان في مصر كده في جوله سريعه، والراجل قال كلمتين كويسين انا هقول لحضراتكم حاجات هو كتبها عشان نستفيد منها، وبعدين هسيب حضراتكم مع الحوار اللي احنا عملناه معاه. هو جاي كتب مره بيقول يا اخوانا انه ده كان في مجموعه بحثيه قعدت بتاع 10 سنين من 20 اقتصادي من اهم الاقتصاديين في القيادة والقيادات التنفيذيه من 17 دوله، وقعدوا كده درسوا مع بعض ايه هي الاستراتيجيات اللي خلت اللي نجح نجح. في ناس نجحت في الاقتصاد، ما نقدرش ننكر ان الصين نجحت، انه مثلا ايه تايوان نجحت، انه كوريا الجنوبيه نجحت، كل الناس دي نجحت في الاقتصاد. طب عملوا ايه بقى؟ يعني احنا لو جينا خدناهم كده قعدنا ندرس ايه الخصائص اللي خلتهم ينجحوا؟ قال لك والله هم عملوا 5 مكونات اساسيه، عملوا 5 حاجات اساسيه. اولا يا عم عملوا معدلات عاليه لتراكم المدخرات والاستثمارات المحليه، واهتموا بالتعليم والصحه والبنيه الاساسيه. احنا في مصر بنعمل ايه من الحاجات دي؟ احنا بنهتم بالبنيه الاساسيه، الصحه شويه يعني واخدين خطوات جاده. لسه كنت النهارده ناشرين خبر في صوت الامه كانوا بيقولوا انه الرئيس هيفتتح 10 مستشفيات بعد اسبوع باين او 10 ايام، في اهتمام بقدر ما في حدود ما هو متاح. يعني ما هو مواردك مش مهوله، ما عندكش صندوق سيادي مثلا زي قطر ولا زي الكويت ولا زي الامارات تنفق منه، وبعدين حتى لو عندك، ما انت عندك ما شاء الله عدد من الناس كل يعني انا عبال ما اخلص البرنامج بتاعي ده هيكون بس بتاع 1000 طفل اتولدوا. يعني والله لو احنا معانا فلوس قطر والامارات والدول دي كلها واحنا بنتخلف بالطريقه دي يبقى بيننا لو عرفنا نعمل حاجه. يبقى واحد تحقيق معدلات عاليه لتراكم المدخرات والاستثمارات المحليه والتوجه نحو التعليم والصحه والبنيه الاساسيه. 2 الاقتصاد، استقرار الاقتصاد الكلي، لازم يكون في سيطره على عجزي الموازنه وميزان المدفوعات ومعدلات التضخم. واحد يقول لي ايه عجز الموازنه وميزان المدفوعات؟ الناس تقول لك ايه المصطلحات المعقده دي؟ ما هو انت معنى انك انت ما عندكش سيطره على عجز موازنه الدوله يعني معناه انك انت بتستلف، يعني معناه انك انت عايش بالدين، يعني معناها انه الجيل اللي ورانا ده هيدفع مسؤوليه اللي احنا بنعمله النهارده. والتضخم اللي هي ارتفاع الاسعار وضعف القوه الشرائيه بتاعت العمله الوطنيه. الاندماج في الاقتصاد العالمي تصديرا وجذبا للاستثمارات وكسبا للمعارف، لازم تتدخل مع الناس اللي في العالم دول، انت مش عايش لوحدك. الاعتماد على الاسواق المنظمه في توجيه الموارد الاقتصاديه، هنا بقى كلمه الاسواق المنظمه في مواجهه ايه؟ السوق غير المنظم. وجود حكومات ذات كفاءه ومصداقيه وشغل الحوكمه والكلام الجامد ده. طيب ايه بقى؟ حاجة تانية عجبتني في طبعا حضراتكم شايفين البتاع اللي قدامنا ده بيقول لك معدلات الاقتصاد ازاي بتاعتنا جت من 2011 لدلوقتي مع الأسف تراجعت. فاحنا كل اللي احنا بنعمله التشبيه اللي بقوله هو انه كأنه هذه البلد كانت ماشية بمعدل متناقص في الاتجاه الغلط.
على فكره حضرتك لو تكون راكب سفينه وتيجي السفينه دي تفضل ماشيه كده ايه قول ب 70 80 80 عقده في الساعه وبعدين في اتجاه غلط وبعدين تروح يعني ماشيه ب 50 عقده في الساعه وبعدين 30 عقده في الساعه وبعدين 20 عقده في الساعه وبعدين ايه تروح واقفه وتلف وترجع اهو ده بالظبط اللي احنا بنعمله. البلد كانت ماشيه في اتجاه غلط اهي بتلف وبترجع. ان شاء الله نشوف عوائد ده يعني خير كتير قدامنا وطبعا يعني املنا يكون في خير. الدكتور محمود برضو محمود محي الدين في واحده من المقالات بتاعته بيقول انه الدراسات اللي صدرت عن البنك الدولي بتقول ان في 22 فكره سيئه 22 غلطه بيعملها الناس اللي بتتخذ قرارات سياسيه يعني ليها علاقه بالسياسه الاقتصاديه في العالم. فمثلا يجي يقول لك ايه هنخفض عجز الموازنه على حساب الاستثمار العام في البنيه الاساسيه او تخفيض الانفاق العام اللي له عائد اجتماعي طويل الامد زي التعليم. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني تيجي تقول لك ايه والله بص عشان انا عندي عجز في الموازنه انا هوقف الاستثمار في الطرق او الاستثمار في الكهرباء او الاستثمار في الميه او في الصرف الصحي او الاستثمار في التعليم. اهو دي غلطه. انت بتحل مشكله جزئيه على حساب مشكله اكبر في المستقبل. او مثلا انك تحاول تحل مشكله البطاله من خلال تعيينات جديده لا يحتاجها الجهاز الاداري للدوله. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقول لي انا هحل مشكله البطاله بانه خد يا وزاره الزراعه كذا، خد يا وزاره مش عارف التعليم كذا، خد وانا مش محتاجهم اصلا، لا انت كده ما بتحلش المشكله، بالعكس انت بتصدر المشكله لاجهزه الدوله اللي هتبقى عندها بطاله مقنعه وفي نفس الوقت عندها شباب ادفوا البتاع اللي في ودني ده والنبي. ادفوا البتاع اللي في ودني عشان انا سامعكم بتخانقوا هنا. فرض أسعار إدارية للسيطرة على التضخم بدل من الاعتماد على السياسات الاقتصادية الكلية والمنافسة. يعني إيه؟ يعني أنا نحدد سعر السلعة يا أخوانا، سعر السلعة ده مفروض يتحدد وفقا للعرض والطلب وفي نفس الوقت المفروض إن المهم حضراتكم في 22 غلطة لو حضراتكم دخلتم أونلاين هتلاقونا إحنا في صوت الأمة كنا إيه نشرنا أو قعدنا نشر هذا المقال بتاع الدكتور محمود محي الدين. حضراتكم بقى شفتم قدامكم معدلات النمو الاقتصادي. رجعوا لي يا شباب الجراف اللي انتوا كنتوا بتقولوا ده، هقول كده كلمتين عليه قبل ما ننسحب. يعني في عندنا اول حاجه معدل النمو الاقتصادي في 2010 كان 5.5%، ده انخفض ل 4% سنه 16. يعني معناه ايه حضراتكم؟ يعني معدل النمو قبل ثوره 2011 كان اعلى مما وصلنا اليه السنه اللي فاتت. ده مش معناه انه في حاجه وحشه، لا، لانه هو السنه اللي قبل 2016 كان بتاع 2.5%. يعني اقصد ايه؟ احنا المعدل بتاع 2016 ده بيزيد. وبالتالي ده معناه انه معدل النمو الاقتصادي اللي تراجع بيتحسن دلوقتي تاني. طيب تعال نبص على الشاشه ديت عشان ايه ابقى شايف مع حضراتكم احسن. التضخم كان 13% في 2010، دلوقتي على فكره مش بس 24%، ده وصل لحاجه و30%، ده خبر مش كويس. البطالة كانت 9% سنة 2010، دلوقتي بقت 12.8%، يعني حوالي 13%، ده رقم كبير. بس انت عمرك ما هتحل مشكلة البطالة الا لما تحل مشكلة النمو، ومش هتحل مشكلة النمو الا لما تحل مشكلة الاستثمار والادخار او الادخار والاستثمار. عندنا بعد من كده هات السلايد اللي بعد كده يا رجالة. الدين الخارجي دي مشكلة، الدين الخارجي اللي بالدولار ده مديونيتك تجاه العالم الخارجي، انت استلفت فلوس من دول ومنظمات عالميه بالمبلغ ده اللي هو حوالي 35 مليار في 2010، المبلغ ده تضاعف في 2016. ايه مشكلته بالدولار؟ العمله مهمه، انت مش هتروح تديله جنيه، انت بره هتديله بالدولار، يبقى بالتالي لازم يكون عندك دولارات. وبالمناسبه مصر حتى الان الحمد لله الريكورد بتاع السجل بتاعها نضيف فيما يتعلق بتوقيتات انها تسدد الديون اللي عليها وخدمات الدين والفوائد، ده كويس، ده بيدي ثقه في الاقتصاد. الاقتصاد بيواجه مشاكل بس ساعه الجد بيقف على رجليه. فلان الفلاني ده تعبان عنده كحه وحالته ما يعلم بها ربنا، بس ساعه ما بتقول له تعالى شيل معايا شيله بيشيل، ساعه الجد بيسد، تقول له تعالى انزل نعمل شغلانه روح المشوار الفلاني عندنا مصلحه، تعبان وكذا وكذا بس يقوم بالواجب اللي عليه. الدين المحلي ده بيكون بالجنيه بس رقم كبير برضه، يعني احنا واصلين حاجه دلوقتي لتريليون، ويعني لا احنا واصلين دلوقتي ل 3 تريليون، احنا كنا تقريبا تريليون 2010، احنا بقينا 3 تريليون في 2016. الدين الاجمالي ده حوالي 100% من الناتج المحلي الاجمالي، هو نزل سنه بس ما نزلش كتير يعني، وبالتالي ده معناه ضمنا انه احنا بنواجه مشكله استدانه، بس انا مش قلقان من الاستدانه.
بس حضراتكم لو شفتوا الدول زي اليابان وامريكا، اكبر دوله مدينه في العالم هي امريكا، تركيا دي دوله مدينه لشوشتها داخليا وخارجيا، هي القضيه فين؟ هو انت الحكومه بتستدين ليه؟ بتاخد الدين ده عشان ايه؟ تاخد الدين عشان الرز والمكرونه والبصل والطماطم والحاجات دي؟ لا ده كده ما في مصيبه. ولا بتاخد الكلام ده عشان تعمل طرق وبكباري وتعمل مدن جديده وتعمل استثمارات وتعمل كهرباء؟ لا هنا في يبقى كده في كلام محترم. انا مش زي نفسك انت لو انت بتستدين، بتستدين ليه؟ بتستدين عشان تشتري لبس جديد وتشتري ساعه وتشتري مش عربيه وكلام زي كده سلعه يعني عشان تعيش بيها يعني، ولا انت بتستدين علشان انت بتعمل شركه، بتعمل مصنع، بتعمل ورشه بتجيب لك فلوس اكتر؟ فنفس الكلام، احنا ديوننا كتير، ديوننا زادت، تضاعفت، الارقام بقت مضروبه في ثلاثه، بس هو احنا بنعمل بيها ايه؟ بتحل مشكله كهرباء، بتحل مشكله صرف صحي، بتحل مشكله توسع افقي علشان الناس تنتشر بعد احنا في الساعه 7 انا لما اتولدت قالوا لي احنا في 5%، النهارده بيقولوا 7%، معناه احنا زدنا 2% توسعنا في الارض. انت عايز بقى مليون ونص مليون فدان تصلحهم، تستصلحهم، طب هتجيب فلوس منين؟ فانا عشان تستدين يعني هتستدين علشان تتوسع وتبني وتعمر؟ لا ده كده كلام محترم، ده كده حلو قوي قوي، لان مفيش دوله ما عملت حاجه ثانيه غير كده. ما هو هتجيب منين؟ ما هو انت لازم في الاخر خالص تاخد فلوس مش بتاعتك، مش هينفع تكون بتاعتك، بتاعت الحكومه، ولا الحكومه هتجيب الفلوس دي منين؟ لان انت ما عندكش موارد كده ريعيه بتطلع فلوس لوحدها، ما عندكش بترول ولا كلام زي كده. وحضراتكم عارفين يعني الجزء الخاص بقناه السويس وتواطؤ التجاره العالميه، والجزء الخاص بالسياحه وتراجعها، ففي النهايه لا تملك غير انك انت يا تقعد حتى خدك كده بقى مستعجل على الطلاق الله، ولا انك تروح تستدين يقول لك هاخد القرشين دول بس في المقابل انا مش هاخدهم اكل وشرب وكلام زي كده، لا انا هاخدهم علشان اعمل بيهم انفاق وكباري ومدن وطرق ومصانع وشركات. يعني ساعتها يبقى الدين اللي انت بتاخده ده هتعرف تسدده وتستثمره في حاجه تجيب لك مقابل اعلى من اصل الدين. طيب خش على اللي وراها يا رجاله. الصادرات المصرية كانت 24 مليار دولار 2010، انخفضت ل 20 مليار دولار في 2016، وبالمناسبة هتزيد، يعني هي ابتدت تزيد في الربع الأولاني من 2017. ده مؤشر على إيه؟ مؤشر على إنك أنت لأن عملتك، لأن منتجك بقى رخيص بالعملة الأجنبية فبقى منافس. على فكرة أنا أقول لحضراتكم حاجة، سنة 2008 أنا كنت في مؤتمر نسيت اسمه، كان في جورجيا في امريكا، وكان حد عامل بيبر عن مقارنات ما بين الدول العربية والدول المتوسطية، يعني مثلا زي ايطاليا واليونان وكلام زي كده. وساعتها كان من ضمن الحاجات اللي لاحظتها قالك انه سعر الجنيه المصري مبالغ فيه جدا، كان ده 2008 2009، وبالتالي بيترتب عليه انه الدولة عاملة حاجز ما بين سعر الدولار الحقيقي وسعر الجنيه الحقيقي يعني والاقتصاد، فبالتالي الاقتصاد ده مش هينمو بمعدل كبير، يعني في الاخر خلاص اخره هيفضل ايه 7%، يعني ده عالي طبعا، بس 7% دي اخر حاجه وهينزل بعدها، ما يقدرش يكمل على، لانه انت عندك اللي انت بتصدر بيه ده اعلى، يعني الفلوس بتاعتك مش منافسه، قيمه السلعه اللي انت بتصدرها لما بتيجي تسافر بره بيبقى عاليه، دي تقارنها بالسلع اللي جايه من دول ثانيه يقول لك يا عم طب اجيب لي منتج مصري، ما انا ممكن اجيب زيه في اي دوله عربيه حتى هتكون افضل، وكان ساعتها تركيا وغيره. فيعني اقصد ايه؟ انه مش كل ما ترتب على التعويم كان شر، طبعا الناس اللي في الشارع بالنسبه لهم ما ده شر مطبق لانه الاسعار ارتفعت، انما انت لما تفكر فيها طب ده معناه ايه؟ ان انت لو تقدر بقى تلحق تصدر تركب موجه التصدير في الفتره ديت هتلاقي ناس كتير قوي بتشتغل ما كانتش قادره تشتغل قبل كده هتلاقي بتشتغل، لان تقدر تشتغل ساعتها في انها تصدر المنتج ده للخارج. الايرادات المصريه كانت 49 مليار دولار في 2010 وارتفعت ل 57 مليار في 2016، رغم انها ارتفعت لكنها تتراجع تاني. ليه تتراجع تاني؟ لان احنا بقى من النهارده من مصلحتنا اشتري القميص المصري وما اجيبش القميص التركي، لان اجيب القميص التركي هيطلع بكام؟ هيطلع له ب 700 800 الف جنيه. طب لو انا جبته المصري يطلع بكام؟ هيطلع له ب 400 500 جنيه، هو 400 500 جنيه يعني غالي بس قطعا ارخص، وهشغل بيه شركه مصريه بدل ما اروح اشغل بيه شركه تركيه. الاحتياط النقد الاجنبي كان 38 مليار دولار اصبح 24 مليار دولار، ومشكلتنا انه جزء كبير من ال 40 مليار دولار ال 24 مليار دولار دي يعني ديون علينا، ما احنا الناحيه الثانيه خليك فاكر ان احنا علينا ديون، انما في النهايه هيعمل ايه؟ ما هو ما عندوش مصدر دولارات ثانيه غير ان احنا نروح للدول المختلفه ساعدونا عشان احنا الفتره ديت بنستورد اكتر ما بنصدر، بنخلف اكتر ما بنعلم، بناكل هم المم 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 اكتر ما بنشتغل بايدينا. ما هو دي واحده من مشاكلنا، بس احنا مش مصدقين الحكايه دي، احنا دايما نرمي
اللوم على الاخرين. بس انا عايز اقول لحضراتكم وانا اتجرأ ان اقول لحضراتكم ده اللي بيخلف 3 و4 و5 و6 و7 و8 ده يعني يجرم في حق نفسي وفي حق بلدي. مفيش بلد في العالم بتتقدم ويكون معدل الانجاب فيها ده. واحد يقول لي بس انت تخينه. ايوه ما هي تخينه وبقالها من سنه 77 وعاملين سياسه الطفل الواحد. ما لو كان منطقهم منطق حضرتك كده ما كان زمان دلوقتي بتاع 4 مليار بني ادم وكمان بياكلوا بعض. احنا دلوقتي بناكل حمير، انتوا واخدين بالكم احنا بناكل حمير وكلاب وقطط وشغالين في الموضوع ده. اه بس يعني ده عايز اقول لك خبر مزعج ان ده مؤشر على ان احنا بلد فقيره جدا. اه واحد يقول لي ايوه احنا عندنا موارد. اه الوطن غني بس المصريين فقراء. ليه المصريين فقراء؟ معدل الدخل ضعيف 3.5 300 يعني احنا جي دي بي بير كابيتال اللي هو المتوسط الدخل بتاعنا قول 4000 دولار في السنه، ده مش مبلغ كبير. لكن مصر فيها موارد كتير. ليه؟ لان احنا مش مشغولين بالعلم والتعليم والشغل والانجاز والانتاج. احنا بنعكس البنات والبنات تعكس الولاد يعني مش عايز بقى اتكلم في الحاجات دي. انما الجد 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 ما بنعملوش. انك تاخد حياتك بجديه وتركز فيما هو مفيد، لا ما بنعملش ده. نطلع فاصل وبعد الفاصل حضراتكم هتلتقوا مع الدكتور محمود محي الدين واحد من الاقتصاديين المهمين جدا. هنتكلم عن التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري وايه الحلول اللي هو بيقترحها من وجهة نظره بعد خبرته كأكاديمي 30 سنة وفي النص 15 سنة في مجال العمل العام وسبع سنين في البنك الدولي. لقاء انا يعني اعتز به، رتبنا له بقالنا 3 شهور ونفذناه من يومين. اشوف حضراتكم على خير.